السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي ومتابعي العالم الذكي في فيديو جديد من خلاله إن شاء الله سأريك كود رهيب جدا تقوم بإضافته إلى هاتفك الأندرويد أو إلى إعدادات الواي فاي الخاص بهاتفك الأندرويد، ويقوم بتسريع الأنترنت وحل جميع مشاكلها بطريقة رهيبة جدا. إذا كانت هذه لأول مرة تشاهد قناتنا قناة العالم الذكي على اليوتيوب، فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وكل فيديو نقوم بوضعه على القناة. إذا بدون أي تأخير، فرجة ممتعة. الكود أو الطريقة أو التطبيق الذي أتحدث عنه لتسريع الأنترنت في هاتفك بطريقة رهيبة جدا وتحويل سرعة الأنترنت في هاتفك إلى أنترنت سريعة وبدون أي مشاكل وبدون أي تعليقات وكل هذه الأمور، وهو هذا التطبيق DNS Changer. طبعا هناك طريقتان لتغيير السيرفر DNS الخاص بهاتفك الأندرويد. هناك الطريقة العادية المانيول، يعني تقوم بعملها عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، تقوم بالذهاب إلى الواي فاي الخاص بك كما نلاحظ هنا، تقوم بالضغط ضغطة مطولة على الواي فاي الذي أنت متصل به، وتقوم بالضغط على مناج نتورك سيتنج كما نلاحظ هنا. من بعد تقوم بالضغط على Show Advanced Option كما نلاحظ هنا، تقوم باختيار DHCP وتغيرها إلى Static كما نلاحظ هنا. هنا سيعطيك يعني إدخال IP Address Manual، يعني بدون يعني أخذها من سيرفر DHCP من الراوتر، يعني تقوم بإدخالها Manual، يعني تقوم بعمل Fix للـ IP Address. وفي DNS كما نلاحظ هنا يمكنك اختيار سيرفر DNS الأول وسيرفر DNS الثاني. هنا يعني بطريقة عادية وفي أول يعني مرة ستقوم بعمل هذا، ستجد السيرفر DNS وهو يعني الاي بي ادريس الخاص بالراوتر، يعني السيرفر المحلي الخاص بالراوتر. لكن صراحة نحن نعلم يعني السيرفر المحلي لا يكون جيد مقارنة مع سيرفرات جوجل، يعني سيرفرات رهيبة جدا بانترنت سريعة وستيبل، يعني انترنت مستقرة لا توجد فيها اي مشاكل ولا شيء من هذا القبيل. يعني يمكنك يعني تغيير الدي ان اس الاول الى دي ان اس جوجل بالضغط على سبيل المثال كما نلاحظ هنا 8888، وفي الدي ان اس الثاني تقوم بكتابه 8844. طبعا هذه بالطريقه يعني المانيول، الطريقه اليدويه ليست الطريقه الاوتوماتيكيه. لكن لعملها بطريقه اوتوماتيكيه تقوم بتحميل هذا التطبيق من الرابط الذي ستجده اسفل الفيديو في الوصف، يعني دي ان اس شانجر يقوم بتغيير الدي ان اس الخاص بالهاتف الخاص بك كما نلاحظ هنا. تقوم بالدخول اليه، يعطيك هنا دي ان اس واحد وهو الخاص بجوجل، دي ان اس الثاني ايضا الخاص بجوجل، وتقوم بالضغط على ستارت لتفعيل التطبيق كما نلاحظ هنا. عندما تقوم بالضغط على ستارت ستجد هنا اكتيف كما نلاحظ هنا، هو يقوم بالاتصال ب في بي ان خاص به خاص بالتطبيق، وهذا الفي بي ان طبعا يمكنك من الاتصال بدي ان اس جوجل وليس بالدي ان اس المحلي الخاص بك، وبالتالي ستلاحظ انترنت مستقره، انترنت ليس بها مشاكل، انترنت سريعه جدا مقارنه مع الانترنت السابقه التي كنت تستخدم بالدي ان اس المحلي، وبالتالي تكون قد سرعت الانترنت في هاتفك الاندرويد. كان هذا فيديونا لهذا اليوم. إذا ما أعجبكم الفيديو، أعجبتكم المعلومات والحلقات التي نقدمها على قناة العالم الذكي، فلا تبخلوا علينا بعمل لايك للفيديو لتشجيعنا أكثر للمزيد والمزيد من العطاء إن شاء الله. أيضا قوموا بالانضمام إلى عائلة العالم الذكي التي تزيد عن 70,000 مشترك، وانضموا إلى عائلة تقنية مليئة إن شاء الله بالاستفادة بالضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وكل فيديو نقوم بوضعه على القناة. إلى هنا نرى الموعد في حلقة مقبلة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.